كلام الراجل اللي فات. بص يا بيه صل على النبي. بص هو ايه يعني انا مش معاكم معاكم عليكم عليكم مش معاكم معاكم عليكم عليكم. هو الراجل قال كلمه حلوه، الراجل قال كلمه حلوه تمام في, 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 في اول البرنامج بتاعه. بعد كده حسني اتحبس قال لك لا ده حسني ده وحش، وهو كان مع حسني توفيق عكاشة. انتوا مش هو الكلام على توفيق عكاشة، احنا بنتكلم على ايه؟ الكلام على توفيق عكاشة. معاكم معاكم عليكم عليكم. مش حسني بقى في مرسي، بقى مرسي وحش. لما مش احمد شفيق قال لك احنا نعمل مننا يوم الجمعه. طب هو انت بتناقضني ولا بتناقض نفسك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو هو بالنسبه لتوفيق عكاشة قال انا هدعو للمليونيه لتأييد حل مجلس الشعب وتأييد الاعلان الدستوري المكمل، رغم ان اللي عمل دول المجلس العسكري وانا اعارض للمجلس العسكري. المفروض النقطتين دولت يبقى المرجعيه لاحكام القضاء وليس للرأي الشعبي، لانه لو القضاء هياخذ برأي الشعب ممكن لا يحكم بالعدل والحق. الكلام ده كله ممكن الناس تأيد الحل وناس تعارض الحل، لا الكلام ده ليه يأخذ مجراه القانوني والدستوري. نعم عندما قام السادات 25 يناير فإن آخر الدستور اللي هو الأخير اللي هو أصبح باطلا، كل دستور فات ده باطلا، هو دستور مناسب للثورة باندلاع ثورة 25 من يناير. سقطت الشرعية الدستورية والقديمة وأصبح مكانها الشرعية الإيه؟ الشرعية الثورية. كان المفروض ثوار 25 يناير هم اللي يعملوا اعلانات دستوريه وهم اللي يشكلوا مجلس انتقالي رئاسي لاداره شؤون البلاد ولا يتركوا الفرصه للمجلس العسكري. وده كان من الاخطاء الفادحه لثوار 25 يناير. كان عملوا مجلس قياده الثوره. ومحدش خلينا احنا ندينا عشان توفيق عكاشة. طبعا ايه الراجل اساءه، اساءه بكلمات وسخه، والراجل ده كويس بس وحش. ولقينا الراجل ده عنده دين. يا ملجين توفيق عكاشة طبعا اجتمعات له الصعيد وبقت ثورات وقت بالك انت وبقي الحزات ادوا مين ممكن يكون واحد مندس في قلبينا وملتحي وبقول كلمه زي دي عشان انت بشعشعك انت وقول كلمه زي لا بس ما يكفرنيش حضرتك. هو انا ما بحبش يحلق خلي بالك انت رايك في توفيق عكاشة واحد مسلم توفيق عكاشة ده راجل معلش هو انا برضه ابن بلدنا ومعلش يعني ما تحكمش على واحد بالاعدام من عفا واصلح اجره على الله ثواني بس يا عم الحد ثواني هو خبط كتير يا عم ثواني هو خبط كتير واخد بالك وفي لا في حدات ظهرها توفيق عكاشة يا عم بالراحه يا عم بالراحه علينا يا اخوانا توفيق عكاشة في حد لا 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 يا صلاه النبي لما خلص انا باجي لك انا توفيق عكاشة في حدات ظهرها للبلد في حدات ظهرها عن مأخذ عن الدمع الصهاينه عن اسرائيل وعن اللي بيحصل وعن اللي اتطلع رايك في بيان امبارح ايه؟ بيان امبارح والله اللي اطلقوا مين البيان اللي اطلقوا؟ المشير؟ لا البيان اللي هو قاله امبارح عكاشة قال احنا هنتجمع الناس تتجمع عند صفحه المليونيه منصه السادات كفايه مليونيه عسكري ضد كل ضد رئيس شرع البلد يعني لا يبقى هو كده منافق لا يبقى كده هو منافق لا يبقى هو كده يبقى هو لو قال الكلام ده توفيق عكاشة يبقى كده هو منافق لا يبقى هو لا يبقى هو كده منافق منين هو يديني يشتم على الاخوان وما يشتم على الاسلام وخد بالك انت ودخلنا في حوارات وفي الاخر يديني وبعدين كده يطلع يبقى ضد المجلس العسكري لا مش موافق ايه لا ما فيش بيه لا عايز اقول حاجه بس لكل الناس يا جماعه يا اخوانا توفيق عكاشة ده اصغر بكتير جدا جدا من ان احنا نسمعه اصغر بكتير جدا ان احنا نتكلم عنه او يعمل او يحصل اختلافات بين الناس يا جماعه مش هنصدق الكذاب وهنكذب الصادق يا جماعه عايزين مصلحه بلدنا الراجل ده ما حدش يتفرج عليه والله كذاب ومنافق طب هو السؤال هنا ان هو ده مش قاطع شرطه عن نفسه احنا عايزين نعرف هو كذب في ايه بالظبط كذب في كتير يا سيدي الفاضل يا سيدي الفاضل لما اتكلم قال لك ان الواحده لما تبوس ايد الست ده معناها ايه الواحد ممكن يبوس ايد الست علشان خاطر ده بروتوكولات او زي ما بيسموها الناس اللي بيسموها وهو يبوس ايد صفوة الشريف لما يطلع يقول لك او على فكره بيقول عن نفسه انا مش هجاص انا مش كذاب لولا احساسه بنفسه ان الصفات ديت فيه هو ما كانش قالها وانا بوجه نداء للناس يا اخوانا ما حدش يسمع الراجل ده يا اخوانا الراجل ده اقل بكتير جدا من ان احنا نتكلم عليه يا اخوانا بلاش نسمع الراجل ده والله ده كذاب واحنا المفروض ما نسمعوش البلد مش محتاجين نسمع ده عايزين نبني يا سيدي مليونيه ايه؟ ايه بقى؟ ايه بروح صور؟ رايك انت بس على الدعوه بتاعته
عايز تعرف رايي؟ اه. ابقى روح ابقى روح شوف المولينا بتاعته. شوف المولينا بتاعته. ده اذا عملها اصلا، اذا ليه حد يعملها شوف المولينا بتاعته قد ايه، كم واحد فيها. ده انسان تافه وملوش يعني، وصدقني والله انا باسف ان انا اتكلمت قلت اسمه كتير. اتفضل.